الحمد لله، يعني فريق نادي الاهلي طايره رجال من الفرق المميزه جدا، بذلوا مجهود كبير قوي الموسم ده، والحمد لله ربنا كرمنا بالدوري بعد غياب 3 مواسم. فالحمد لله ربنا كرمنا، وباذن الله ان شاء الله البطوله الافريقيه، يعني هو النهارده بالليل في الفرقه هتسافر بولندا، وان شاء الله لما ترجع بقى البطوله الافريقيه ربنا يكرمنا. احنا عندنا 6 بطولات الاهلي بينظمهم، الطايره رجال وسيدات. ممكن احنا دلوقتي شغالين في السيدات، والرجال ان شاء الله تبدا يوم 25 لحد يوم 6/4 بطوله افريقيه، وبعد كده نبدا في بطولات